متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله عالميه جديده في اسواق المال والاعمال والشركات والطاقه والمعادن حول العالم وكل جديد لليوم الخميس 23 من مايو 2024. بانكير نبض البنوك. والبداية من الولايات المتحدة وتعزيز الدولار من قوته إثر تسريبات محضر بنك الاحتياط الفيدرالي، وحلق الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي عن استعداد بعض المسؤولين لرفع أسعار الفائدة. وواصل الدولار لنيوزيلندي الصعود، إذ أدى الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة المحلية إلى زيادة إرشادات البنك المركزي بشأن التشديد النقدي في اليوم السابق لتتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، وسجل 104.85 نقطة بعدما ربح 28% الليلة الماضية. ومن الولايات المتحدة إلى روسيا، وإصدار الرئيس بوتين مرسوما ردا على احتمال مصادرة أمريكا لأصول روسية. وقالت التفاصيل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الخميس مرسوما ستحدد بموجبه الممتلكات الأمريكية ومنها الأوراق المالية التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أيا من الأصول الروسية المجمدة لديها. ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة، وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم. وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. الخبر التالي في جولتنا العالمية من البنك المركزي التركي، والذي قرر اليوم الإبقاء على معادلة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50% للشهر الثاني على التوالي. ويعتبر القرار مؤشرا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75%. ومن تركيا ننتقل إلى الخليج العربي، حيث كشف تقرير اقتصادي الصادر الخميس عن كامكو انفست عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات. وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، منها 7.9 مليار دولار للشركات المدرجة في سوق أبوظبي الأوراق المالية، و 5.4 مليار دولار للشركات المدرجة في سوق دبي المالية. انتهت النشرة، كانت معكم هلا بشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.